حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من السؤال الاهم. يشارك العراق اليوم اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده بوفد ضم كل من وزير الخارجيه وعدد من المسؤولين العراقيين، وكان برئاسه السيد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني. وعلى هامش تلك اللقاءات او الاجتماعات كانت هناك بعض اللقاءات الثنائيه جمعت السيد السوداني مع رؤساء وزراء خارجيه، وكان ايضا رؤساء دول، وكان ابرزها هو لقاء السيد السوداني مع وزير الخارجيه الامريكي السيد انتوني بلينكن، وايضا كان هناك لقاء اخر مع وكيل وزاره الخزانه الأمريكية. هذه إضاءة سريعة أحبة المشاهدين عن نشاط هذا الوفد. سؤالنا الأهم، ما الذي سيجنيه العراق من اجتماعات يعني أغلب الأحيان هي تتناول ملفات بشكل بروتوكولي ودائما تنتهي بيانات لا تغني ولا تسمن، لكن الملاحظ بهذا الحدث الأممي هو تقرير نيويورك تايمز وما ذكره السيد السوداني بتلك المقابلة، مثلا عن اطلاق المزيد من الاستثمارات الاوروبيه وخاصه بما يتعلق الطاقه، عفوا بما يتعلق بموضوع الطاقه، وعقد توتال، ايضا مواجهه ازمه المياه مع تركيا، وقضيه اختطاف الاسرائيليه اليزابيث تسوركوف. عن هذا الملف احبتي الكرام ومحاور اخرى يشاركنا بها بالنقاش الدكتور أحمد الأبيض، سياسي معارض. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ رسول، تحية لك وللعاملين معك في القناة ولأبناء شعبنا العراقي الكريم. حياك الله دكتور. أنا أريد شوي هذا السؤال، يمكن يجوز أنت يعني تعتبره استفزازي، لكن أكو مراهنات كانت بتغيير حكومة السيد السوداني يعني من شهر السابع الى شهر الثامن حتى اليوم، يعني الى ايلول، من يعني بمساعده الامريكان. اليوم الرجل تمت دعوته بشكل رسمي من وزاره الخارجيه الامريكيه، وحتى شفناه مع المستشار يعني مخلي رجل على رجل ومسيطر. دكتور يعني اذا تقصد جنابك المراهنات، احنا ما عندنا مراهنات على تغيير حكومه حقيقه. احنا يعني بالعمل اللي قدناه في المعارضه الحقيقه هي اولا تبتعد عن اي هيمنه كانت امريكيه او اي دوله اخرى وهي مستقله وطنيه، وقدومنا للولايات المتحده الامريكيه نحن نعتقد انه الامريكان هم من يحمي هذا النظام. احنا نعارض المنهج في النظام ولا نعارض الديمقراطيه ولا نحن للديكتاتورية. احنا من عشنا في العراق تحت ظلال النظام الديكتاتوري، احنا ما نحب نزايد مثل غيرنا، وايد دعوا للسجن السياسي والنظام، هم كاذبون. احنا ناضلنا في ظل ذاك النظام وتعرضنا الى شتى انواع العذابات من موجودة في الجامعات الى ان يعني سقط النظام، لم نغادر العراق. وبعد التجربة يعني من بدأت الملامح الديمقراطية في ظلال الاحتلال، كان عندنا موقف واضح الحقيقة، قلنا إرادة الشعب العراقي يجب أن تتمثل في تشكيل هذا الحكم الوطني، وللأسف انحرف المسار ودخلنا في أتون الطائفية والإرهاب اللي غذية، طبعا هذا الإرهاب غذية من دول الجوار تحديدا، يعني الجميع اشترك في منحر العراق، وطبعا الولايات المتحده الامريكيه استفادت من هذا التناحر الطائفي اللي قضت به على المقاومه، التي يعني كان يفترض انه اي بلد من حقه في التاريخ ان يقاوم الاحتلال، ولكن دخل البلد في الصراع الطائفي. نتج عن ذلك نظام بائس حقيقه، لم يستطيع ان يقدم اي شيء لابناء الشعب العراقي ويعوض عن حقبه الحروب اللي عاشها خلال حقبة النظام الشمولي الدكتاتوري والحصار. أجيال كثيرة عانت وضحايا وشهداء كثير من أبناء شعبنا العراقي. للأسف الطبقة السياسية هذه انحرفت بشدة ولم ترعى يعني وتراعي مصالح الوطن، وانقسمت ولاءاتها للأسف، ولا يعني لا نستحي بالقول أنه الولاءات هذه صارت يعني ما بين إيرانية وما بين بعض الولاءات الى الدول العربيه التي لا تريد خيرا للعراق.
وقسم منها يحاول أن يرتمي في أحضان أمريكا، ظن منا أن أمريكا هي التي قد تعطيه الحكم وبالتالي يتربى على كرسي العراق. احنا الحقيقة هذا منهجنا، احنا أعلننا أكثر من مرة، احنا ما كنا نتمنى أن يفشل الحكم في العراق، ولكن للأسف حاولنا بشتى الوسائل ولكن لم يسمح للصوت أو للحكمة يعني داعي. أقول لم يكن هنالك قرار بالمناسبة من الإدارة الأمريكية حسب فهمي أنا وحسب متابعتي الحديثة لكل التوجهات الأمريكية، بالعكس كان أكو دعم لحكومة السوداني بشكل قوي، وتحديدا من توصيات السفيرة الأمريكية، ليست فقط اللقاءات اللي كانت تجريها معه أو مع الوزراء في الحكومة العراقية، ولكن حتى في الفترة اللي غابت فيها عن بغداد كان لها هنا محاضرات ما وصلتكم، لأن هي حتى ما موجودة، كانت توصي بأنه التجربة في العراق تحتاج إلى دعم وإلى انفتاح شامل من قبل الشركات الأمريكية والاستثمار. بالعكس ولكن موقف بايدن يختلف، هسه اشرح لك ليش يعني بايدن عند هذا الموقف. تفضل. ولقاء وزير الخارجيه بالسيد السوداني الحقيقه حتى يفهم ابناء شعبنا العراقي، هو طبعا بروتوكوليا لا يجوز وزير الخارجيه يلتقي بوزير خارجيه ويسلم الدعوه، ولكن هذا اللقاء جرى في هنا ما يعرف بال يعني الميرجنس اللي هي الهوامش، ويبدو كان غير مرتب له، وكانت رغبة الوفد العراقي الحقيقة أنه يلتقي بايدن على يعني على هوامش المؤتمر، وهذا ما حصل. بايدن يتعرض إلى ضغوط الحقيقة من قبل بعض الجهات في إدارته ومن الطرف الآخر من الحزب الجمهوري الآن الذي سيطر على الكونغرس، بأن حكومة السودان الحقيقة، وأتحدث معك بكل صراحة، بها جهات وهي مرعية من قبل الميليشيات والفصائل، وولاء هذه الحكومة يعني ولاء الأحزاب المشكلة للحكومة معظمها إلى إيران، وتعرف المشاكل الآن بين أمريكا وإيران إلى أي مستوى يعني واصلة. ولذلك بايدن يعني الحقيقة حتى هذا التبرير مع أنه وجه دعوة وسوف يلتقي هي يعني تخريجة دبلوماسية، ما عنده رغبة بايدن يعني بلقاء السوداني في هذه المرحلة. وكان كلام وزير الخارجية إلى السيد السوداني به نقاط ثلاثة أساسية. الأول الابتعاد عن يعني تحقيق الاستقلال في مسألة الطاقة، وهو يقصد بذلك أن يبتعد العراق عن السيطرة أو يعني عن التمويل أو التجهيز الغاز الإيراني بالغاز ومصادر الطاقة، والذهاب إلى دول الخليج اللي هي على على مقدمة السعودية. هذا واحد. اثنين، تحقيق التوازن العلاقة المستمرة مع إقليم كردستان، وهذا طبعا يعني بالتأكيد هو يصب في مصلحة الإقليم، وواضح جدا تأثير اللوبي يعني اللي يمتلكوه الأكراد في واشنطن، ولذلك كان نصف الحديث عن قضية العلاقة مع كردستان. الثالث والمهم الحقيقة هو يعني لم يشر له بشكل أو بآخر، هو مسألة يعني التوافق السياسي اللي يقصد به الحقيقة هو اللي لم يعلن أنه الحكومة يجب أن تنهي ملف الفصائل والميليشيات، وهذا الأمر يحتاج قرار من السيد السوداني ابتداء. ولذلك هذه النقاط هي التي تقف عائق الآن يعني أن يحقق السوداني لقاء في البيت الأبيض مع الرئيس بايدن. السؤال، ما أهمية اللقاء للعراق وللحكومة حتى وإن التقى في البيت الأبيض؟ هذا يكشف بالعكس، يكشف ضعف الحكومة أمام الرأي العام العالمي عندما تلهث الحكومة للقاء رئيس بايدن أو الرئيس الأمريكي. أنا لو بمحل السوداني ما أتورط بهذه الورطة، تأتي لمدة 6 أيام في تبقى في أمريكا، وكل الوفود تلقي الكلمة وتغادر. كان عليه عندما التقى به وزير الخارجية الحقيقة الأمريكي، وكانت كلمة العراق تفترض هي يوم الثلاثاء أو الأربعاء، تم تأجيلها إلى الجمعة، لا أعرف لماذا، هل بطلب من الوفد العراقي أم هو صار الترتيب هكذا. كان عليه أن يلقي الكلمة في اليوم التالي ويغادر حقيقة، ولا يفكر في مسألة التقاء بايدن، لكن هذا لم يحصل. يبدو الاستشارات اللي حوله ضعيفة جدا. أنا تقديري أنه ما يكون يعني مكسب محدد على مستوى العراق من اللقاء بايدن.
بايدن الآن بالمناسبة يعاني من ضغوط جدا قوية، وهنالك تهديد بفتح تحقيق كبير، وهو فتح التحقيق في الكونغرس قد يطيح به قبل نهاية ولايته، وإن لم يحصل ذلك فالآن مؤشرات حتى الحزب الديمقراطي غير راغبين بتجديد الولاية له، ولكن يبحثوا عن بديل. وكذلك مشاكل تحقيقات حول ابنه، اتهام فساد وما شابه ذلك. إذا إضافة إلى انشغال، لاحظ اهتمام الكبير، يعني يوم أمس يظل قاعد في قاعة المؤتمر ينتظر كلمة زيلينسكي رئيس أوكرانيا، ثم ينتظره إلى اليوم التالي ويأخذه إلى واشنطن، وغدا سوف يستقبله في واشنطن. هو مهتم بشكل كبير في الحرب مع بين أوكرانيا وروسيا، هذا اهتمام الأساسي. لوحظ عنا أنه أبدا لم يأتي على ذكر العراق منذ أكثر من سنتين ونصف، وصال رئيس بالتحديد راح يكمل 3 سنوات، مرة أو مرتين ذكر العراق، وهذا يكشف لك عن عدم اهتمام هذه الإدارة وتحديدا بايدن بملف العراق. يعني دكتور، هذا هو كل جنابك، عفوا جنابك، يعني تستبعد أنه يحصل هذا اللقاء مع، يعني قصدك اللقاء اليوم مثلا يحصل؟ لا، اللقاء مع السيد بايدن، يعني لقاء رئيس الوزراء العراقي. قصدك في المستقبل القريب كما يعني قالوا سون بالمستقبل؟ لا اعتقد اذا لم يحقق الشروط، وقلت لك الشروط 3. هم الامريكان، شوف الامريكان عندهم رؤيه، هاي الاداره يقول لك احنا الان عندنا نوع من التفاوض مع ايران، هذا التفاوض صحيح غير مباشر، وبالتالي لا نريد للعراق ان يكون طرفا يعني منضمن مع ايران، بمعنى انه يعين ايران لمواجهه العقوبات والحصار. واذا اتهم العراق في مساله التزييف، عفوا النقاط اللي ذكرها بلينكن لرئيس الوزراء واحده من اهمها هي مساله التهريب، تهريب العمله. ولذلك يعتبر العراق الان عمليات التهريب، نعم هم يعتبروا هالشكل، فيبدون العراق يبتعد عن ايران. والحقيقة هو الابتعاد مو بس مسألة العملة وما تعتقد الإدارة الأمريكية بأنه العراق يساعد إيران، وإنما يريد أن يكون العراق خالصا لأمريكا، وأمريكا هذه قوتها وسياستها دائما هكذا، ما تحب يعني شريك لها في أي مسألة. الجماعة في بغداد ما افتهموا هاي القضية لحد الآن، ما يفهموا طبيعة ترتيب العلاقة ويا أمريكا، مو انت بتحتاج امريكا تروح لها وبعدين من تخلص شغلك وياها تعوفهم، هذا ما يشتغل عزيزي مع الامريكان. هذا الموضوع اللي يشتغل، اللي شايف العلاقه مثلا مع دول الخليج مع امريكا، او شايف دول اوروبا مع امريكا، من تذهب مع امريكا تترك اللي خلفها، ان تكون عندك كما يحاول البعض ان يوصفها بانه سياسه التوازن، ما تصير عين سياسه التوازن، هذه دوبه كبيره بالسياسه، يعني ما تقدر تقول والله علي اوازن علاقتي مع ايران ومع امريكا، ما تشتغل. يعني معقولة دكتور، يعني خلال 20 عام العمل السياسي أو عمل السياسي العراقي مع الولايات المتحدة الأمريكية كل هاي الفترة وما فهم شلون يتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ انتهازية سياسية، انتهازية سياسية للأسف تغلبهم الجماعة، ما يريد يصير في السلطة ويتقدم بالانتخابات وما شابه ذلك، يقدم كل الولاءات للجانب الامريكي ويتهموا الوطنيين انه عملاء للسفاره، واجيب لك اياها واحد واحد من المالكي الى اخر واحد، ما يمر رئيس وزراء اذا ما السفاره الامريكيه تجلس معاه وتحدد له المسارات. هي الحقيقه. فهم ايش يسوون الجماعه؟ يقول لك خلينا نصير بالحكومه بس، نسيطر على الحكومه وبعدين نغلب عليهم. ايران عندها نفوذ بالعراق ونفوذ متين، وعندها احزاب، عندها ولاء وياها، وعندها فصائل تحمل لواء المقاومة وما شابه ذلك، تعرف جنابك. وكان مشروع إيران أكبر من العراق، يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط. الآن هذا صار فيه تراجع، هسه شوف الجماعة من تتراجع إيران يقلبون عليها يروحون لأمريكا. هذه هي انتهازية سياسية غير مدروسة، هي حجبت كل المشاكل العراق بصراحة. لو أن الحكم بالعراق، نعم دكتور، خلي نرجع، أنا أتحدث بصراحة فلا تزعل من عندي. لا بالعكس، هذا رأيك ومحترم أكيد. خلينا نتحدث بالتأكيد، حق الرد مكفول دكتور. احنا خلينا نتحدث، انا ما اتهم الشخص، انا دا اقيم حالة الحكم بالعراق بالمجمل. نعم يعني انا اللي فهمته يعني من جنابك انه اي بديل يجي لازم هاي الشروط راح ينفذها. نعم. اي بديل لا
لازم. خلينا نرجع للاجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده. التقى السودان ايضا على هامش المشاركه بهذه الدوره ال 78، يعني الامين العام لحلف الشمال الاطلسي سيد بنس، وطرح السيد السوداني ضروره مراجعه شكل العلاقه، خاصه بعد ان اصبحت جهوزيه قوات الامن العراقيه بشكل جيد. هل كلمه واحده ما يحتاج. نعم. ما يحتاج يقعد مع الناتو. الناتو اصلا مهماته في العراق تدريبيه، تمام، عند اتفاق ويا العراق، مو مثل تواجد القوات الامريكيه. هذا ما يحتاج لعيني. وحتى المحكمه الاتحاديه بعد ان يعني الغت المصادقه على موضوع خور عبد الله، صارت حجه قويه للبرلمان ان يلغي المصادقه على اتفاقيه عام 2008 في جنابك، مال اتفاقيه الاطار الاستراتيجي اللي هي تنظم العلاقه او هي شرع وجود القوات الامريكيه. فما يحتاج نقعد ويا الناتو ونقعد، احنا نقدر الان يقدرون الاطار وعندهم اغلبيه يلغون هذه الاتفاقيه مع الامريكا من جانب واحد وثنتين. يعني صدام شن حرب على ايران في جنابك بعد ان الغى الاتفاقيه مال 75، مو صحيح؟ من جانب واحد. والاتفاقيه اللي وقعها في الجزائر عام 75 كانت تنص انه هذه الاتفاقيه مثل لغي من جانب واحد، هو لغى من جانب واحد وشن الحرب. الان الجماعه ما يحتاج نقعد ويا الناتو وكذا، الغي الاتفاقيه وقول ان الامريكان الله قال. واذا رفضت امريكا ذاك الوقت كثير من ابناء الشعب العراقي يقاوموا الوجود الامريكي. يعني بهاي البساطه؟ لكن هذا مو بهاي البساطه، هو هذا المنطق. لا انت ليش تقعد ويا ابو الناتو؟ خلينا نحكي مال اهلنا، ما نحكي بعد لا بالفصحى ولا، يعني ليش تقعد ويا ابو الناتو؟ وليش تقول له نظم العلاقه؟ وليش كل ساعه طالع نظم العلاقه؟ عزيزي اللي ما عنده شيء، انا مو انتقد السيد السوداني، اللي ما عنده قضيه يعرف شلون يدافع عنها ويطرحها بشكل سليم يظل يتحجج. اول البارحه احنا من قلنا القوات قتاليه ودخلت بدون علم الحكومه وما تعطيهم اي اوامر وتعليمات، البعض انتقد وعبال نهول. اول البارحه شفت جنابك مقابله السيد السوداني مع نيويورك تايمز، شنو قال؟ قال القوات اللي ننظمها نريد نعرف فيها شنو قتاليه تدريبيه، يعني هو ده يقول القائد العام. اذا المساله الحكومه ما محدده، هي ما محدده ما تعرف. القوات الموجوده في العراق كلها قوات قتاليه عزيزي، اللي موجوده في السفاره واللي موجوده في المطار واللي موجوده بعين الاسد واللي موجوده بالحرير وقسم منها منتشره هنا، كلها قوات قتاليه تجاوز عددها اكثر من 5000. لوجيستيك داعمين، واللي نعم. موجوده في سوريا تجاوزوا 7000 ايضا، فيهم 3000 مقاتلين. هذه القوات جاءت لاوضاع محدده في المنطقه حتى نعيدها، والاساس فيها هي سوريا الان، وهنالك طريق صار مفتوح لاخراج بشار الاسد من الحكم عن طريق تطبيق القرار 2254. بعدها يجي ملف العراق. هكذا هو الترتيب بالسياسه. هسه اداره بايدن تلحق تسوي، يجي ترامب بعدين او الجمهوريين يسوون. اذا العراق هو مش شابك ويا امريكا، انت ليش تروح هسه لامريكا وتطرح عليها طرح انت غير قادر عليه؟ انت الان روح للامريكان قول لهم تعالوا يابا، احنا صار 20 سنه مثل مي النرجيله صاعد نازل، مره انتم تجونا ومره احنا نجيكم، مره داعش يجينا ونطلب معاونتكم، ومره احنا نريد عندكم شيء، خلي نسوي اتفاقيه دفاع مشترك حالنا حال دول الخليج، ها؟ وتواجدكم ما يكون على اراضينا، ممكن تواجدكم يكون بالخليج مثل ما موجود هاي السيكوم. اذا احتاج العراق مو صحيح، شوف المنطق السياسي اللي ما يردوا الجماعه. ثق واعتقد يا اخ رسول، كثير من اللي يدعون مقاومتهم للامريكان، مو اقصد مقاومه اللي حامل السلاح، يعني رفضهم لوجود الامريكي ما يبغوا امريكا تطلع، عايشين على هاي القصه. فانت تريد اكو سينكوم قوات متواجده بالاسطول الخامس، تسوي اتفاق مشترك معاهم، دفاع مشترك في نقاط محدده، اذا تعرض العراق الى اعتداء خارجي او كذا تجون تعاونونا وتشتهي كل القصه. بس ما يردون هذا الشيء عزيزي، ما يردون. مثل ما ورطوا رئيس الوزراء جابوه قبل 6 ايام من كلمته على بلكي تشوف بايدن، تذكر جنابك وقالوا ها على الهامش والاعلام يطبل والفيسبوك، واي كلام وطني يصدر من اي شخص به دقه واقعيه ينتقد ويسب وكذا. لذلك اللي ما يسمع الكلام الحق يفشل. والسياسه هي مو اهواء، السياسه هي خطط وبرامج، هذا هو المطلب. طيب. كل شيء يسوي اقول لك هذا يقدر يسوي كرئيس وزراء يريد يخلص من قصه الامريكان يسوي هالشكل. يروح طيب. الامريكان يقول تعالوا خلينا نوقع اتفاق دفاع مشترك بنقاط محدده كما ذكرت لك. ها نقاط زين، احنا شو تقول
العفو ولو ما جزء بس اكمل بهاي العباره، انت شو تقول اذا احنا موقعين معاهم قضيه؟ هسه خاف يطلع واحد يقول احنا قارين الاتفاقيه، روح اقرا الاتفاقيه زين قول له. احنا موقعين انه امريكا تدافع عن الديمقراطيه في العراق، لذلك بيصير انقلاب بالعراق. اذا وخرت امريكا اي واحد باكر عقبه يركب له دباب يسوي انقلاب. الميليشيا تضوج يسوي انقلاب. مو صحيح؟ تيار الصدري باكر مثل ما طب الخضراء يطب يشيل الحكومه، بس الكل يتراجع لان اقوى امريكا عزيزي. تعرف بين قوسين تحمي الديمقراطيه في العراق. هذا هو تخلص من ذني العوائق امامك وروح اشتغل. طيب العافيه عليك. طيب دكتور. ما هي يعني الانعكاسات الايجابيه يعني مشاركه العراق باجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده؟ يعني كيف ستقرا دول المنطقه والعالم هذه المشاركه دكتور؟ انا اقول لك يا بكل صراحه، هذا الاسمبلي هو الاجتماع السنوي هو ما باهميه بقدر ما تجي الدوله، لان هذا حتى البقعه هي ما تابعه لامريكا بالمناسبه، يعني حتى التاشيره ما دخول الفيزا هي لهذه الامم المتحده مو لامريكا. لذلك هي تعتبر أرض دولية مو أرض أمريكية، فالوجود فيها بحد ذاته هو مهم، فكل دولة تجي تعبر عن رأيها وعن تصوراتها لمشاكل العالم وعن احتياجاتها كدولة. لاحظ كل دولة تجي تقول احنا ترى هالشكل محتاجين ومرينا بهيك مراحل، وتطرح رؤيتها في المشاكل الدولية، يتحدث عن الأوضاع الحالية، الحرب في أوكرانيا، الانقلابات في نيجيريا، الصراع العربي الاسرائيلي او الفلسطيني الاسرائيلي سميه ما شئت وغيره، واللي يتحدث عن التنميه وافاق التنميه، واكو دول تتحدث مثل ما تحدثت ايران عن عقائدها. وجت اجى الرئيس الايراني قال يا ابا ترى احنا كتاب الله وكذا وقران، واجى الرئيس التركي ايضا تحدث، فكل واحد عنده وجهه نظره. والسفير الاسرائيلي شفته شال الصوره مال مهسا اميني بالسلطة، فهو مثل المهرجان الحقيقة. لكن أهميته الثانية هو اختصار للزمن، أي بمعنى أنت لما تكون متواجد في هذا المحفل الدولي تقدر تلتقي بكثير من رؤساء الدول، اللي يفترض أنت تشوف رؤساء الدول اللي عندك شغل وياه، مو تقعد والله بس تكسب مواقف سياسية، أقصد اللي ممكن أن تتأسس إلى مستقبل معهم على المستوى الاقتصادي بالتحديد. اليوم العالم تبي كله يشتغل اقتصاد جنابك تعرف، وأكثر مشاكل العراق هي اقتصادية. بس انا اكد لك ولا دوله من الدول اللي التقى بها رئيس الوزراء اذا كانت ايطاليا او اسبانيا او المانيا ترى عندها استعداد للدزعانه. يعني لما تسمع الخطف جهارا نهارا لاجانب وقتل الاجانب وغيره، هذه اول قضيه دولهم برلماناتهم تمنحهم بالمناسبه، مو بس الحكومه ما بدها شيء، حكومات هناك فيها برلمان صدق، برلمان يفلش الحكومه اذا تفلش. يعني الشركات هي اصلا تقول لك هذه مناطق غير امنه، يعني مو بس العراق، مثلا هسه بليبيا ما حد يروح يشتغل، مو صحيح؟ بسوريا ما حد يشتغل، مو انا حتى نعممها ما نريد نخصص حتى جنابك تعرف والمشاهد، هاي دول ما حد يشتغل بها. لذلك الان العالم ده يضغط على سوريا يصير تحول سياسي وتنحل كل الفصائل وتنسحب تركيا وتنسحب ايران وامريكا تنسحب وروسيا والسوريين يديرون بلدهم وتجي الشركات تدخل تعمر. غير ذلك ما يصير، بعد 100 سنه ما يصير. الحال نفس الشيء بالعراق، بعد 100 سنه ما يصير. إذا ما سيادة القانون تكون واضحة في العراق والقضاء يكون واضح ومستقل بشكل صحيح والفساد يقضى عليه ويكون عندك نظام مصرفي وعندك تشريعات قانونية، هذا هو اللي وكو استقرار سياسي نهائي، مو هدوء لفترة صار لنا 6 شهور قمنا نصيح هدوء واستقرار وصارت بكركوك وصارت ويا كردستان ونسدها زين بالفلوس. يعني مع احترامنا للاخوه الاكراد يستغلون المواقف السياسيه، يعني رئيس وزراء يريد يروح لامريكا ومنحرج جو اخذوا فلوس وراحوا، مو هذا الواقع. هي هو دكتور قضيه كركوك اللي سدها يعني الفلوس لو قرار محكمه لو قضاء يعني اللي لا لا انا بدي احكي عن الفلوس مال رواتب. قضيه كركوك المحكمه حكمت بانه عدم تسليم المقر، مو صحيح؟ بس الازمه بعدي هذه مؤجله، تم يعني هو صار اتفاق حقيقه بين حكومه الاقليم وحكومه السيد السوداني انه خلينا نهدي لان انا رايح لامريكا، خاف اشوف بايدن، خاف اشوف كذا، تدري هم الامريكان اللي قدام حطوا له قضايا الاكراد، شفت انت البيانات. طيب دكتور خلي نرجع لمشاركه العراق، ان هناك يعني من راى هذه المشاركه يعني مجرد دعايه ترويجيه لشخصيه السيد السوداني، واخرين يعني هكذا تقول، لا اخرين فسروها يعني او اخرون عفوا فسروها بان العراق بدا بخطه ثابته بعلاقاته الخارجيه
واصبح شو الانعكاس هذا؟ خلينا شويه اناقشك، شو الانعكاس هذا؟ اليوم تسوي جيب عندك اكثر من 90 سفاره بالعراق مو صحيح؟ وانت عندك اكثر دوله، تعرف امريكا عندها 14، امريكا عندها 74 سفاره والعراق عنده حوالي 150 سفاره، وشنو شو مسوي؟ مع الاسف سفاراتنا قسم يبيعون بها جقاير وقسم ما ادري ايش يسوون، ومن حكينا زعلوا الجماعه عبالهم تسرب لنا اخبار، احنا نتابع، احنا وطنيين شايفين بلدنا نتابعه زين، وش مسوي البعثه مال اللي موجوده بامريكا؟ مع احترامي هذا ابن اختك وهذا ابن خالتك، لو تم تفعيل بصراحه الفاعل الدبلوماسي العراقي ما تحتاج التلقاءات، هو الدبلوماسيه مالتك مره تشتغل عيني، هي تدافع عن حقوقك عيني، و100 مره انا ضربت مثل بشار هذا جعفري دافع عن النظام وقف الامم المتحده كلها مو صحيح؟ يسوي لكم واحد مثله ها؟ وين مندوبنا بالامم المتحده؟ غير هو هذا الشغل ينسق علاقات رئيس الوزراء جاي وكذا، حتى نزل في المطار ما حد استقبله. واكو اجراءات بروتوكوليه معروفه، يقدمون ايميل ويدفعون شن فلس ويطلعوا له حتى مساعد وزير خارجيه يستقبله. ماكو شغل عزيزي، واذا تحكي يتهموك بشتى الاتهامات، تعلمهم ما يفيد، تنتقدهم ما يفيد. ما تحتاج يعني انت تجي لنيويورك حتى تنتقد رؤساء الدول حتى يقولون والله انفتح العراق، وشنو طبيعه الانفتاح يعني؟ انعكاسها على الواقع الاقتصادي العراقي، اليوم الشعب العراقي يئن من اسعار ارتفاع اسعار الدولار ومن شحه المياه مو صحيح ومن ارتفاع الدواء، هذه كلها مشاكل موجوده يعني احنا مو ندعيها، انت ابن العراق وتعرف ايش صاير بالعراق، ما يصير احنا نطمطم على حساب جراح والام اهلنا وناسنا، لا يجوز، يجب ان نكشف الحقيقه، وشنو اذا نجح السوداني هسه اربع سنين وخلصوا وبعدين؟ هاي لبسنا نيشان لانه اكو كم واحد مستفيد من حكومته الان او يستفيد بالمستقبل، احنا مو ضد السوداني كشخص ولا ضد انه الحكومه ان تنجح، لان اذا نجحت بالعكس خدمه لابناء شعبنا، ياكل الشعب زين ويشرب زين ويتطبب زين، بس احنا نعرف النيه غير خالصه، على الاقل هذه الاطراف السياسيه الاساسيه المشكله للحكومه، وانت تعرف وانا اعرف. مسوين الدوله عباره عن بقره حلوب يحلبون بها اليوم صار 20 سنه، واذا تحرك الشعب العراقي لو يتهم لو يقتل، وللاسف حتى علموا الناس يعني للاسف في يزايدون من الان قام يطلع لك كم صوت يزايد بتشرين من هسه، زين تشرين انطلاقه اساسيه للوجدان الوطني وهي ليست اخر المطاف وليست هي اخر الحلول، العراق ما يتحرر بتظاهره هنا وهناك، العراق يتحرر بوحده الصف الوطني. دكتور ترجع تشرين؟ تشرين ترجع؟ ما ترجع تشرين بالشكل اللي صارت يعني عام 2019، لكن ترجع بشكل انضج، ان تطرح الناس مطالبها بشكل حقيقي. ومطالبها يجب ان تتوزع على نوعين، الحاجات والغايات. الحاجات هي هاي الاحتياجات اليوميه، الغايات هي الغايات السياسيه. زين وهذا يجب على الطبقه السياسيه ان تنتبه له قبل ان ينفجر يفلت العقال. بس احنا شفنا دكتور احنا شفنا الشخصيات اللي يعني ابرزتها تشرين يعني خلال انتخابات وصاروا والله كلهم والله والله كلهم ادعياء وحقك، انا ابن تشرين ما اقول انا ابن تظاهر تدري جناب كل عراقي يعرفون من 2008 الى تشرين صار عندي ظروف وطاعت واحقق كل اللي راح ومارس السياسه وسوى حزب هذا ما ينتمي الى تشرين، لان تشرين هي مو حركه سياسيه عزيزي استاذ بس خلينا نعرف سياسيا، هم حتى تعريف سياسي ما يعرفون يعرفوها. تشرين هي حركه اولا انفعاليه، حركه انفعاليه رده فعل لشعب ضاق الامرين مو صحيح وطلع، ثم ترجمت بمواجهه السلطه لهذا الشعب تحولت الى انتفاضه. هذه الانتفاضه ما قدرت تطلع وجود سياسي، لكن صار اكو استغلال سياسي لها. تعرف كيف؟ ولذلك اللي سمى نفسه بحزب وطب بدري وين، لان تشرين لم تطرح رؤيه سياسيه، طرحت مطالب سياسيه كان من ضمنها مثلا كان قانون الانتخاب، اسقاط الحكومه، هذا حق طبيعي في اي دوله ديمقراطيه، فلا يزعل السوداني باكر اذا الشعب طلع وقال له خل تسقط الحكومه، شيء طبيعي، صح لو مو صح؟ احنا المفروض احنا نظام ديمقراطي برلماني مو؟ ينحل البرلمان تسقط الحكومه ويصير انتخابات. بس هل هو هذا اخر المطاف؟ اذا نفس القوى الحاكمه راح ترجع وتمر مره ثانيه بنفس القانون ونفس المفوضيه وترجع السيطره على البرلمان. انا دائما الشباب من يتحدثون معي يوميا انا اتحدث الساعه 3 الساعه 2 بالليل وقاعد. قبل شوية أحكي ويا الشباب وأوصيهم بالسلمية وأوصيهم بالرؤية السياسية ولا تنجرفون ولا يأخذوكم بغير اتجاه، لأن إحنا كل الدم العراقي عندنا عزيز إذا من القوات الأمنية وابناء شعبنا. أنا أتألم عندما أشوف قطرة دماء تسقط بحقيقة، مو أجامل، أتألم بشكل يعني يجعلني ما أنام الليل. لذلك العراق هواي نزف عزيزي، هواي نزف في العراق، يكفي
لذلك انا اقول ابقاء الحكومه هذه افضل. اذا 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 نفس المعادله ترجع، هو المنطق هكذا يقول. سقطنا الحكومه طيب، ورجع البرلمان انحل وصارت انتخابات ورجع نفس الاطار، شنو تبقى الحكومه يا حسن؟ مو صحيح؟ على الاقل لا نقدر نحاجج نقول له صار لك 3 سنين كل شيء ما سويت. لذلك فكره اسقاط الحكومه هو هي ليست هو هذا التقييم على هذه السنه اللي مرت على حكومه السيد السوداني. ايضا هناك يعني مو الجميع متفق بهذه القضية، مؤشرات كثيره. خلي نرجع، هو انطى وعود. نعم خلي نرجع. تعرف ليش؟ عفوا تعرف ليش؟ تفضل. لان هو مو انطى بس وعود، هو عفوا بس حتى تصير واضحه، هو وضع هاي نقاط البرنامج الحكومي اللي صوتوا عليه واللي طلع عليه الشعب العراقي كله، ما تنفذ اي شيء من هذا. وحتى اللي يتنفذ بما يتعلق مثلا ملف الفساد، البعض من جماعته زايد يقول ملف الفساد، مجرد اجراءات ما لها اي تاثير بصراحه. وسعر الدولار على سبيل المثال، الاتفاقيات طيب اللي عقدها مع ايران، كل هذه ترجع عليه. بعدين اهم نقطه اخل بها هي مساله الانتخابات المبكره، تراجع عنها وهو اول متذكر قسم وامام البرلمان قال انا اسوي انتخابات مبكره، وهي ما منسيه صار لها 9 اشهر. ربما هذه يعني هذه النقطه باتفاق سياسي، يعني ما بقيه ما يصير. هو ليش يوعد الشعب العراقي؟ طيب رجل متدين يحط ايده على القران ويخصم. دكتور لا اخي، هذول شو صار عندهم القسم؟ صار عندهم القسم الله وياك. نعم دكتور احمد، يعني عاده ما تحققه هذا الدول بمثل هكذا محافل وفعاليات يعني دوليه مكاسب سياسيه او اقتصاديه على هامش هذا المؤتمر او الاجتماعات. السؤال يعني ما الذي سيحققه العراق؟ ونعود ايضا لموضوع بايدن، يعني نعتبر هذا مكسب في حال تم زياره السيد محمد الشياع السوداني الى الولايات المتحده الامريكيه؟ والله خل اكون وياك صادق، الجمعيه العامه للامم المتحده ليست تلك الجمعيه العامه للامم المتحده في الخمسينات والستينات والسبعينات والقرن الماضي وحتى الثمانينات. الجمعيه العامه للامم المتحده الان دليل هو انقسام اعضاء مجلس الامن، ودوله من اهم من الخمسه الدائمه العضويه اللي هي روسيا الان تحت العقوبات، لذلك افرغت من محتواها بصراحه الجمعيه العامه، هذا السبب الاساسي. اثنين، اهميه الجمعيه العامه للامم المتحده ومؤتمراتها مهمه، دول كثيره حققت استقلالها من خلال، واجيب لك كوبا واجيب لك دول امريكا اللاتينيه، تونس الحبيب بورقيبه شلون استطاع الوفد العراقي بالخمسينات يساعده ودخله، كان ممنوع من الدخول فرنسا يعني مسوي عليها حظر، ودخل الحبيب بورقيبه والقى كلمه سببت في تحرر تونس وغيره وغيره. لكن بالمطلع يعني بعد ان تم غزو العراق بصراحه اقول لك اياها عام 2003 بدا التحلل في اداء الجمعيه العامه للامم المتحده، وحتى منظماتها تتهم بالفساد حقيقه، ومثلا من ضمن هاي البعثه اللي عندنا بالعراق اللي تجامل القوى السياسيه وتكتب تقارير حسب المشتهى، يطوها تكتب تقرير زين، انت شايف ما ينطوها تروح تبعد مجلس الامن تفتر عليهم، انت شايف هذا الامر تفتر عليهم كلهم القاده السياسيين، بعدين بس توصل لمجلس الامن تدكل بالعراق وتقول هذا، وانا المفروض كمعارضه كيف بس من عندها لا ما اقبل، انا عراقي انا احدد مصير بلدي. لذلك هاي واحده من الاخفاقات اللي يعيشها العراق، ولذلك انا ما ارى اهميه الحقيقه، لانه يهتم العراق كثيرا بالجمعيه العامه للامم المتحده، لانه من احتل العراق لحد الان كل شيء ما سوت الامم المتحده، لم تطالب امريكا بدفع التعويضات على سبيل المثال، لم تقف في وجه الاحتلال الامريكي، لم تتوقف في وجه التدخلات الايرانيه، صراعنا مع الكويت، الامم المتحده انا اقول لك المجتمع الدولي سوف ينحاز لهم، قضيه تركيا على سبيل المثال تواجد قواتها في العراق وغلق على المياه وهكذا، وعدد لك كم قضيه. زين احنا شو مسويين في الامم المتحده؟ هذا منطق اللي اقوله انا ام لا؟ شو نسوي بها؟ اذا هي ما تدافع عني الامم المتحده ولا تقف مع قضاياي بالعكس تنصر الاخرين، شو اسوي بها؟ قلت لك ارادلها مثل ما يقول زلم حوك تحكم البلد وتعرف شلون تحكي على على, على 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 الاقل بما يخص موضوع السياده، يعني التجاوز نعم اللي نعم حصل اللي حصل نعم باستشهاد القاده قاده النصر. حتى هذه بالرغم من يعني اسجل لك مواقف، حتى هذه الامم المتحده كلمه ما قالت بيها، تعرف؟ حتى هاي ما قالت بيها كلمه. طيب انت انا شو اسوي انا شو اسوي بالامم المتحده؟ خلي انا شو اسوي بيها؟ طيب دكتور يعني اذا ما تدافع عني
فالقصد العفو هو هذا اللي احنا نقول ما عندنا رؤية سياسية واضحة، احنا عندنا رؤية فقط تتعلق بالسلطة، كون نمسك السلطة وما نعطيها، واي واحد ينازعنا بها ناخذ راسه، حالنا حال بني أمية وهكذا كانوا يوصفون. نعم هذا الملك ذاتنا. طيب دكتور، خلينا نعود للشخصيات اللي التقى بها السيد السوداني بنيويورك، مثل مسؤول الخزانة الأمريكية، هل من الممكن تكون هذه الاجتماعات باب للتفاؤل بما يخص يعني حل مسألة ارتفاع سعر الدولار أو تحرير أموال العراق من الهيمنة الأمريكية؟ يعني إذا ما يوقف العراق التهريب أن يعني يعمل تعمل حكومة وبنك مركزي. أنا قلت لك الحكومة ما مسؤولة ترى عن الدولار، المفروض هو البنك المركزي إذا هو هيئة مستقلة. أنا أتحدث بشكل منصف، الحكومة عندها إجراءات تمنع التهريب، منها هذه الإجراءات مو تركض وراء الصيرفات. الدولار ده يطلع من المنافذ الحدودية عزيزي، تعرف كيف؟ ها؟ ومعروف من ده يطلع، ده يطلع من مصارف تعرفها الحكومة، لكن هاي المصارف مرتبطة بقيادات سياسية ما تقدر تحكي وياها الحكومة، هاي كل القصة. لذلك أنا أقول انطوا شهر، هسه ما طلع الخبر جوز يجيكم، شهر بعد من نوفمبر الحقيقة، إذا العراق يظل يستمر ويظل الدولار يتهرب بهذه الكميات اللي تجاوزت 50 مليار لمدة سنة هربت، اتوقع سوف يمنع العراق من الوصول الى الدولار ويوضع بشكل او باخر تحت الوصاية. الامريكان يعتبرون مو يعتبرون هي عملتهم الدولار، يقول لك انا اعطيك اياه ما يصير تهربه، ليش تهربه للدولار؟ انا اعطيك اياه لك. هذا مدى يستوعبوا الجماعه عزيزي، دي يستهترون به، دي يشوفون الامريكان ماكو، دي يطولون خلق ويعاقبون هنا ويسوون، بس لحظه تجي الامريكان ياخذون اجراء قاسي، ولذلك ابناء شعبنا دي يدفعون ثمنها اليوم. اعتقد 162 عندكم او 161 مثلا دكتور، هاي الاجراءات القاسيه مثلا شنو يعني؟ يعني يمنع الدولار، يعطوك على قد ما تحتاج، انت مو تقول انا احتاج 130 مليون دولار وهكذا، وكان السيد السوداني يقول يعطوك 30 40 مليون يوميا، وتخيل انت اذا بس 40 مليون حتى تسد احتياجاتك مال الاستيراد، ايش راح يصير بيش الدولار يصير؟ ب 300 ب 400. لذلك الإرادة أكو ما أدري الجماعة إلا يريدون يعاقبون الشعب العراقي، لازم يكون أكو واقعية. محافظ البنك المركزي فاشل سابقا وهسه موجود ومخليه، بالعكس أول ما أجى كان يمكن 136 147 146 تذكر، وسواه السوداني 132 والدولار بالسوق ب 146. هو هذا السؤال دائما يطرح المواطن يعني بالشارع العراقي، يعني السوق الموازي ليش ما حد يتم السيطره عليه؟ يعني ليش الدوله تبيع ب 32؟ نعم ليش مخلي محافظ بنك مركزي؟ انا لو من السوداني اوخر المحافظ البنك المركزي، هو خلي يصير بالوكاله المحافظ البنك، ينزلها بيده حتى يفتهم شنو الشغله. انا ما اعرف هاي المناصب شو ما حد يجيب طاريها يعني بصراحه. هسه احنا هم نبات الملح زايد، هم بس السوداني سوداني. الشعب العراقي يجب ان يعرف انه هاي دوله فيها مؤسسات، لكن المؤسسات مختزله، لا رئيس البرلمان ما حيجي طاريه لانه مشتري القنوات بالفلوس وكذا. زين ولو السوداني هم متهم انه يشتري القنوات، يعني مو هو مكتبه. محافظ البنك المركزي ما حيجي طاريه، ابو النزاهه ما حيجي طاريه، شنو القصه؟ ليش؟ أنا أقول لك إيه، مو إنصاف إنه بس السوداني، أنا مو دفاعاً عنه. لو الشعب العراقي ما يدري إنه أكو مؤسسات، أنا هسه مو ضد شخص المحافظ كشخص اسمه علي العلاق، لا أنا أتحدث عن المؤسسة عزيزي، أنا ما شخص حديثي. أنا أقول هاي المؤسسة البنكية زين شنو دورها حتى بنجي إحنا نتعارك ويا أمريكا؟ هاي المؤسسة لازم تكون عندها رؤية واضحة وخطاب واضح. تقول عمي ترى الامريكان هم اللي يصعدون الدولار، حتى نفتهم، حتى الشعب العراقي يطلع يتظاهر على امريكا او يطلب من امريكا يا برحمينه، او يقول لا انا ما قادر اسيطر على المصارف والعصابات والسوق الموازي. الكلام هذا اللي اقوله منطق او لا؟ يا شعب العراق عاوني، على الاقل لا استفزوا ضمائر الناس، استفزوا الوطنيه عند الناس. اذا انتم متجاهلين الناس وتعتبرون الشعب العراقي كله عدو لكم، واللي يطلع يتظاهر هذا امريكي والمدري شنو هذا بعثي وهذا جاسوس، هذه الخطاب مو بس هم المسؤولين جزء ما يحجون، بس اللي حواليهم دول اللي يسموهم زبابيق 24 ساعة من هالين على الناس تهم وسباب. حتى سقطوا الثقافة المجتمعية بصراحة، صار الإعلام العراقي ممجوج ما انحب،
بقول لك اياها بصراحه، انا هسه ما لذلك ما اقبل اطلع في اي حوار، لان اتحاور مع من؟ مع المقدم اتحاور يسالني واجاوب، بس مع من اتحاور؟ اذا هو جاي مسبقا تفك تبيده يتصفطك ويتهمك وكذا حتى يقول له ابو فلان شفتني شلون دافعت عنك؟ حطيني مديده زي هذا الواقع يا جماعه. الاعلام هو لو عندنا اعلام وطني حقيقي كان يستطيع هذا ويحترم هذا الاعلام من قبل الاحزاب وهذا، كان الاعلام هو يستطيع ان يحارب كل قضايا الفساد وموضوع الدولار وكان يطاردهم الاعلام. بس انت شايف ايش يسوون بالاعلام، كل حزب مسوي له قناه وكل قناه تشتغل على اجنده. هسه قام يقلبون شوي شوي اذا اشوفك قنوات، بس السيد السوداني ما يحتاج يعني قنوات، هو اكو قناه رسميه مفروض هي يعني ما شنو تاثيرها؟ قاعدتك تروح شوف الفيورز مالتها شنو تاثيرها؟ زين انا مرات اخابر العراقيين شياهم وكذا قناة عراقية مع احترامي، قناتكم هذه الشابه الفتيه يمكن هم توصل للناس اكثر، مو مجامله لك زين، وامكانياتكم انا اعرفها من خلال الاوتوميشن والصوت، يعني ما عندكم ذيك الامكانيات، صارت ما عندكم فد وزير شيء بالدوله. لو عندكم وزير كان هسه صرتوا مثل السي ان ان. طيب نعم تفضل تفضل دكتور. جزيره عزيزي قناه الجزيره بدت ب 3 مليون دولار، صارت 82 قناه، بعدين بس باعوا هاي الفيلم مالت الرياضيه باعوها ب 400 مليون. وقناه العراقيه 82 اول ما انفتحت 82 مليون، وبالسنه يمكن 60 مليون، وبها موظفين 7000، تدري 6000 و7000 موظف فيها. ها؟ وقناة الجزيرة الموظفين بها 45 إلى 50 واحد، أنا أقارن لك بين الجزيرة والكذا. شنو العراقية مع احترامي؟ صايرة مرتاح وجيب ودب وجيب ودب مثل ما باقي المؤسسات مال الدولة. فإحنا لازم نكون واقعيين. رئيس وزراء أي رئيس وزراء من يجي يعرف حجم المشاكل بالعراق، يصدق يقول ما يخالف. بعدين ورا شوي يقول ما خلوني، مو هي راح تصير بالأخير؟ يا أخي ليش؟ يا أخي ليش؟ ليش؟ لا تخدم الفاسدين، هذا يعني انت كل ما تبقى بالحكم وما تسوي شيء، طبعا الفاسد يستفاد، القاتل يستفاد، المتآمر يستفاد، النظام هذا ينتهي ما له قيمه بعد، والشعب العراقي اذا شوفه شلون بس هو جاي يشتغل يعني هاي من اين لك هذا راح يفعلونه والامور ان شاء الله تصير يعني هسه انت عايش انت عايش وانا عايش. يمشون بالشوارع، هذا نور زهير مو يمكم؟ واحد الله اكبر 2.5 مليار هو اعترف وطبطتوه للسجن وطلعتوه. والسوداني قال اسبوع انا ارجع الاملاك وهي صارت 8 شهور. هذا ما في نقاش، ذاك واحد كان نائب هذا يجيبوني من شنو انطلع. فانا شلون اقدر اثق بالقضاء واثق بالحكومه؟ صح لو من حقي اتساءل لو لا؟ اروح اركض على واحد اعطيه هيك باكيت كلينكس مسكين يجوز يتيم يجوز ابوه مستشهد بالحشد، ذاك اليوم سمعت على واحد طفل وحاكمه يجوز وفعلا لما سالت عنه طلع ابوه مستشهد بالحشد، تعرف ابحثوا عنه. ابحثوا عن الظلم اللي صار على العراقيين، ما يصير احنا نظل نجامل لانه هذا سيد فلان وهذا علان واسكت وما يصير وهاي حكم الشيعه، شنو حكم الشيعه؟ دمر الشيعه حكم الشيعه، مزقها للشيعه اصلا. زين دمرهم زين نشف الاهوار، نشف الانهر، مثل الزراعه الشيعه انا اهلي بالديوانيه اصولهم، الشلب مالنا كان يصدر للعالم كله عمي، ها؟ وينها الان؟ وين العنبر والشلب؟ وين صارت؟ كل راح خيرات العراق راحت، احنا يجب ان نكون عندنا صرخه وطنيه وانسانيه، يجب ان نبتعد عن المجامله، ومن نحكي مو نسب ونغلط، لا نحكي نتحدث بارقام اكاديميه. انا مو ضد السودان الان دا اتحدث، انا دا اتحدث عن حكم بخلل. نجيب السودان اليوم ما راح يقدر يسوي شيء عزيزي، والطلعه هم الاحزاب تتفق، احزاب المحاصصه والفساد صدقني، هم تجيب واحد غيره خطيه وتخليه وتورطه. تعرف كيف؟ ولذلك صعبه. العملية صعبة. صعبة يعني إلا 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 نظام شبه رئاسي شلون يعني صعبة؟ يعني واحدة من الحلول الحقيقة أن يعني يذهب العراق باتجاه نظام رئاسي، بس مو تنتجه الطبقة السياسية ما يصير لأن هاي راح يقعدون يسوون القوانين بيناتهم وكذا، راح يطبقونهم على واحد، هم ترجع مثل المحاصصة، لأن تدري هو حتى بالنظام الرئاسي يقدرون يزيحوه بالبرلمان أو 4 سنين وما ينتخبوه. قصدي نفس المحاصصة وعدم خدمة العراق والإيمان به موجود عيني عند هاي الطبقة السياسية، مو بس هم هسه القادة صار وراهم تشكيلات اليوم تجار ومصانع وتدري جنابك، أنت عايش بالعراق وتعرف عن ماذا أتحدث. يعني أنا هسه لما أشوف أسمع أسأل فلان 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 فستة سبعة محللين سياسيين، زين أنا رجل مهندس وعندي شهادة عليا، ما حد يقدر يثبت علي في يوم من الأيام أخذت
سنت واحد من اي قناه، من اشتغلت بالاعلام هاي صارت 18 سنه. واشتغل حتى بالعراق، انا قبل ما اطلع اشتغل عندي شغلي الخاص كمهندس وكذا. بس عدت لاند كروزر اقدر اشتري لي فد واحده مستعمله، يعني محللين سياسيين والله شنو يطبرون الاحزاب تاهوا وماهوا وكذا. وهذا الانصاف بالعراق يعني؟ وهذا الانصاف؟ وهذا الانصاف؟ الخريجين قاعدين يبيعون مي وكذا ولا هو صنعهم واحد. فقصدي هذه كلها عزيزي انا بنضحها، مو دا اتحدث عن حكومه السودان، انا اتحدث عن ما حصل في العراق على مدى 20 عام، غير الارهاب وداعش والقتل، هذا عوفة على صفحه صار بنسي. وغير ثورة تشرين اللي صارت وانقتل بها أكثر من ألف، والآن أي واحد يحكي بيهم يقول له لا ولا هيك ما يصير. هو عراقي لو مو عراقي، عراقي ولا هو مسلم لو مو مسلم، ولا حرمة الدم لو مو إله، هذا كلهم سقطناهم لأنه طلع صرخ أسد. أفرض أكون دساس أكون أطلبت فيهم مدرسين، ما كنت ثورة تخلو، لكن هو من طلع صرخ غير مسكين صرخ من الجوع والألم، تقتله أنت ما قتلته، من هو اللي قتله؟ هذا هو اللي من يتحقق. هذا عزيزي شوف، الحكومة لما تتخذ هكذا إجراءات حادة أنا أقول لك الكل سوف يصفق لها، الكل. لكن إذا الحكومة تريد بس تكسب وقت، ها خلنا نعبر انتخابات مجالس المحافظات، ها وراها راح يصير استحقاق البرلمان ندفعها بس سنة سنتين، ها نخلص 4 سنين بلكي يجددوا لي، هو هذا يعني هو هذا المراد؟ طيب بس تبقى بالحكم وشنو الفائدة؟ نعم. على كل السياسي المعارض دكتور احمد الابيض، اشكر لك هذه المشاركه وتعبناك، احنا نعرف فرق الوقت يعني سهران يعني. وانتم احبتي الكرام، اشكر لكم حسن المتابعه والاصغاء، نلتقيكم في الاسبوع المقبل باذن الله تعالى في مرحبا.